السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية والدولية ونستعرض معا أهم مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين، ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والدولية، والبداية من صحيفة أخبار اليوم. نتابع. ميليشيات الحوثي تقصف دماج بالأسلحة الثقيلة ومقتل 19 في مواجهات بعمران. البيض وصالح يؤكدان وقوفهما إلى جانب قوات الانقلاب بمصر. مصر عزت يخلف بديع مؤقتا والتحالف يعلن عصيانا تدريجيا وكسر الحظر مستمر. الحوثيون يرفضون إنهاء التمترس ويفشلون جهود الوساطة ومحافظ إب. صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية: الحوار الوطني يمضي بصورة ممتازة ومن نجاح إلى نجاح. القاضي يحيى الماوري: لن تقام دولة حقيقية دون قضاء مستقل. فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار يطالب الحكومة بحماية المياه الإقليمية من الانتهاكات. وزير الدفاع: لا مكان لأي وساطة للالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية. وزارة الكهرباء: 50 مليار ريال خسائر الاعتداءات التخريبية على خطوط نقل الطاقة. صحيفة مارب بريس. مصدر في الأمن القومي: الحوثيون يقومون بشراء واستئجار منازل قرب منشآت عسكرية مهمة في صنعاء. مصادر: الحوثيون فشلوا في اقتحام منزل الشيخ الأحمر بمديرية العشا في اشتباكات استمرت حتى فجر أمس. صحيفة يمن فوكس. الحوثيون يهاجمون قرى وادعة بالأسلحة الثقيلة والسلفيون لهادي دماج يمنية. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي. الصحوانت. متحدث السلفيين بدماج: الحوثي يهاجم القرى بالأسلحة الثقيلة ويبدأ فرض حصار على السكان. الأهالي نت. الحوثي يخوض معركة لتصفية الخصوم والأقليات واستكمال السيطرة على صعدة. وفاة أسرة من 15 شخصا اختناقا بعوادم مولد كهربائي في السلفية بريمة. وفي الصحافة العربية نستعرض أبرز العناوين المهتمة بشأن اليمني. الراية القطرية. اليمن ينفي أي مؤامرة سرية لبيع قطاعات نفطية جنوب البلاد. الرأي الكويتية. تحضيرات في اليمن لمواجهات مسلحة بين الحوثيين والسلفيين والقاعدة. وفي مقالات الرأي والتحليل نطالع افتتاحية الإصلاح نت: مصر مفارقات تختزل الحقيقة. علق فيه المحرر السياسي للموقع على ما يدور الآن في مصر من استعداد لإطلاق الرئيس المخلوع حسني مبارك واستمرار اعتقال الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، معتبرا ذلك مقارنة أو مفارقة تختزل المشهد السياسي المصري. سلطات الانقلاب في مصر تقرر الإفراج عن حسني مبارك واستمرار حبس الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مفارقة تختزل المشروع السياسي الذي عاد إلى مصر الشقيقة على ظهر دبابة منفذا الانقلاب العسكري على الديمقراطية. وما يتوالى على أرض الكنانة منذ تنفيذ ذلك الانقلاب المشؤوم ليؤكد أن الهدف لم يكن الرئيس مرسي وللإسلاميين أو جماعة الإخوان المسلمين أو اعتقال مرشدها العام، بل ثورة 25 يناير المجيدة وما حملته من مبادئ وقيم الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والحرية والعيش الكريم لمصر العزة أرضا وإنسانا. المقال الافتتاحي للإصلاح نت سخر من محاولة مدبري الانقلاب ومنفذيه الاختباء خلف أقنعة زائفة سرعان ما كشفتها الممارسات المفضوحة.
لم تتمكن أقنعة الزيف على وجوه مدبري ومنفذي الانقلاب ومرتكبي المجازر اليومية بحق هذا الشعب الأبي من إخفاء حقيقتهم، كما أن فكرة الترويج للأحداث بأنها مواجهة بين الدولة والإسلاميين لا تعد أن تكون لافتة سوداء مكتوب عليها شر البلية ما يضحك. وإن حظيت هذه اللافتة القاتمة باهتمام تلك الوسائل الإعلامية التي لوثت الأرض والفضاء بنتن خيانتها للأمة مقابل حفنات من المال الحرام يزيد أو ينقص، وقد كشف الواقع حقيقتها وبصقت على وجوهها شعوب العالم. في يومية الجمهورية كتب أحمد عثمان: الشعب القائد. لخص في حقيقة الأحداث في مصر باعتبار أن محاولة لفرض الاستبداد على شعب حر. من الخطأ أن ينظر إلى الصراع في مصر على أنه صراع بين حزب معين وجيش. الصراع موجود بين الشعب والاستبداد العربي، وصل ذروته وتفجر في ثورة 25 من يناير، واستمر خلال سنة في صراع عنيف بين الثورة الشعبية والثورة المضادة التي لم تزح من مواقعها في الجيش والأمن والإعلام على غير عادة الثورات العالمية. لقد كان حسن النية والإفراط في السلمية أحد مقاتل الثورة في مصر كما يرى البعض، ومع هذا أخذت الحملة الرسمية تشيطن المعارضة الإخوان المسلمين تحديدا وتصورها على أنها جماعة إرهابية تمتلك أسلحة ثقيلة وخفيفة وصواريخ ومدافع وخلافة، في كذب يلوث البحر والهواء ويقتل الحقيقة دون رحمة، لأن لا قرائن عليها، فكل القرائن والأدلة تقول إن ثورة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين سلميون حتى النخاع، وكل أعمالهم تقول ذلك، بينما يصر الإعلام على خلاف الواقع. ومن المروءة عدم مجاراته، فهذا اعتداء على الحقيقة واستخفاف بالناس. سارة عبد الله الحسن في الأهالي نت كتبت: الإرهاب وشيطنة الإخوان. كشفت فيه حقيقة الحقد الأسود الذي يحمله البعض تجاه الإخوان من خلال تجريمهم وتشويههم لا لشيء إلا لأنهم رأوا التحام الشعب بهم واختياره لهم في 5 عمليات انتخابية متوالية. اليوم يتم مواصلة حملة وصم الجماعات الإسلامية بالإرهاب وحملة شيطنة الإخوان. لا شيء يقنع المتحاملين على الإخوان والمختلفين مع فكرهم وجمهور القطيع الغبي مثل تهمة ممارسة الإرهاب، تهمة مخيفة ويسهل تلفيقها، كما أنها تجعل صورة الجيش وهو يواجهها تبدو أكثر ووطنية. ومن الغريب جدا أن المصريين بعد أن انتصرت ثورتهم العظيمة في 25 من يناير وقيام انتخابات ديمقراطية شاركوا فيها، هدأت لديهم اسطوانة الإرهاب هذا، حتى إذا أسفرت الانتخابات النزيهة عن الرئيس مرسي الذي لم يأتي على هوى بعضهم وأسقط في أيديهم، عجزوا عن مواجهة الأمر بالديمقراطية، فعادوا بقوة لخوض حملة شيطنة الإخوان واتهموهم بالإقصاء ثم بالإرهاب. نحو 80 عاما من تأسيس جماعة الإخوان عاشوا فيها بسلام بين أبناء شعبهم بمختلف أطيافه، لم يثبت أنهم أحرقوا كنيسة أو اعتدوا على أي منشأة، ولم يحدث هذا القتل الذي يتهمونهم به الآن. بالكاد لفي قتلهم بعض حوادث الاغتيال التي قامت بها جماعات متطرفة لا علاقة لها بالجماعة كاغتيال فودة، وكما حدث من قبل مع اغتيال النقرشي الذي كان حادثا فرديا، أو محاولة اغتيال ناصر في الإسكندرية التي اتضح أنها كانت مسرحية من إخراج هيكل. رضية المتوكل في المصدر كتبت: علة التبرير. استغربت فيه من عملية التبرير التي يتبناها خصوم سياسيون للإسلام أو للإسلاميين في مصر وغيرها، مظهرة قلقها من هذه الحالة ومن هكذا التصرف الذي ينبئ عن حقد أسود. الحقد الأسود على جماعة بعينها إلى درجة تبرير العنف ضدها هو ما يقلقني ويثير عندي ذكريات أقل ما أقول عنها أنها مرعبة. فهناك صيغة تبريرية تطل من خلف كل جريمة، يختلف الصوت وتتطابق الفكرة والقيمة. وإلى الصحافة الجديدة، وفيها ننقل أهم المشاركات المتفرقة على الساحة المحلية والدولية.
والبداية من صفحة الأستاذ محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وعلى صفحته بالفيسبوك ذكر الانقلابيون أن طغاة مصر على مدى 80 عاما لم يحصدوا غير الفشل والخزي. بعض الذين يعيشون على الوهم ويكثرون في الاستغراق في أحلام اليقظة ولا يدركون حقائق الحياة ولا يعتبرون بتاريخ مضى ولا يتصورون الحياة الدنيا إلا بهم، هذا الصنف من الدواب لا يفرقون بين التنظيمات والأحزاب التي تنشأ بقناعات منشئها واستعدادهم للتضحية في سبيل الهدف الذي قامت هذه التنظيمات والأحزاب لتحقيقه في حياة من اعتقد نبل هذا الهدف وسعى للتمكين له في الأرض، وبين تنظيمات وأحزاب كرتونية لا هم لأصحابها إلا أن يرتزقوا منها ويمتصوا لعابها. الصنف الأول يقيم الدول والحكومات، والصنف الثاني تقيمه الدول والحكومات، وشتان بين الصنفين. أما يكفي أكثر من 80 عاما ليستيقظ من يعيش الوهم ومن يسبح في أحلام اليقظة؟ أما يتذكر من تذكر كم من الطغاة ومن سافكي الدماء الذين حاولوا وحاولوا وحاولوا ولم يحصدوا غير الفشل الذريع والخزي والعار الذي لا يزال مغموسا بجرائمهم حتى وقد أهيل عليهم التراب؟ وهؤلاء اليوم دعوهم في طغيانهم يعمهون، وإن غدا لناظره قريب. محمد المختار الشنقيطي على تويتر استغرب من موقف القادة العرب المجاهر بدعم الانقلاب في الوقت الذي تتستر على دعمه إسرائيل وأمريكا. إسرائيل تدعم انقلاب مصر في الخفاء وأمريكا تدعمه على استحياء. ذو القادة العرب يجاهرون بالفاحشة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وعن الحكم الصادر من المحكمة ببراءة المخلوق محمد حسني مبارك، حيث أثار ردود فعل كثيرة، بل وكشف للشعب المصري أن ما حدث في مصر هو ثورة مضادة بامتياز. الدكتور طارق السويدان على تويتر كتب معلقا: براءة مبارك الذي سرق مصر لعقود، وفي المقابل اعتقال رئيس منتخب لم تثبت عليه ولو قضية فساد واحدة، يؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين. الدكتور فيصل القاسم: أكبر وأنصع دليل على أن ما حدث في مصر ثورة مضادة بامتياز نجحت حتى الآن هو إخلاء سبيل حسني مبارك، ومن يستطيع أن يدحض ذلك فليتفضل مشكورا. أحمد منصور: فيما تتوالى أحكام البراءة للمخلوع حسني مبارك يتوالى توجيه الاتهامات وقرارات الحبس للرئيس محمد مرسي، وهذا يعكس حجم فساد نظام القضاء في مصر. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل.net. إلى الملتقى لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.